في ذكرى إطفاء الشمعة السادسة من عمر تجمع شباب الوحدة الوطنية ووصول مبادرة أطول رسالة وفاء للوطن وقائد الوطن إلى مبتغاها وهي 10 كيلومترات، أقام التجمع حفلا لتكريم المساهمين والمشاركين والمتطوعين المتميزين في إنجاح وإتمام هذه المبادرة. هذه الرسالة كانت دائما تؤكد على اللحمة الوطنية التي يعيشها شعبنا العربي السوري، وعلى انتماء هذا الشعب لهذا الوطن، وعلى رفض الشعب العربي السوري لأي وجود أجنبي ولأي وجود يمس الكرامة أو السيادة الوطنية. طبعا نحن في وزارة الداخلية كنا نتابع هذا الأمر باهتمام كبير وبتوجيه أيضا السيد وزير الداخلية، وكنا نتابع في كل المحافظات السورية، ونحن لمسنا الجهد الكبير الذي قدمه شباب الوحدة الوطنية. مبادرة أطلقنا عليها سنة مطلع 2011 اسمها أطول رسالة وفاء للوطن ولقائد الوطن، هي رسالة مصنوعة من مادة الفليكس بتوسطها العالم السوري على خاناتها، على جوانبها خانات للكتابة. صرحنا أنه بدها توصل مبتغاها لطول 10 كيلومتر لتكون أطول رسالة في التاريخ ستقدم إلى رئيس الجمهورية على مدار التاريخ. اليوم نحن في العام 2017 وصلنا ل 10700 متر خلال 6 سنوات من رسائل المحبة والوفاء والولاء. جلنا محافظات القطر كاملة ابتداء من محافظة درعا انتهاء لمحافظة الحسكة. بالكيلو الخامس أخذت الرسالة منحى آخر، أخذت منحى أطول دعوة قضائية شعبية سترفع للمحافل القضائية ابتداء من قضائنا السوري الشريف اللي نحن نثق فيه وعندنا ثقة عمياء. مسابة الدعوة القضائية رفع العقوبات الجائرة على سوريا ظلما وعدوانا ومحاسبة كل من ساهم في سفك الدم السوري. تزامنا مع عيد ميلاد شباب الوحدة الوطنية السادس وانتهائنا من ختامنا لمبادرة السيد الرئيس أطول رسالة حب ووفاء بالعالم يلي طولها تجاوز 10 كيلومتر، نحن اليوم باختتامها، فنحن حبينا نقول شكرا لكل شخص ساهم، لكل شخص كان له بصمة بإنجاح هاي المبادرة. نحن فعاليتنا طبعا بدأنا فيها من كل المحافظات السورية، فنحن بلشنا من مدينة درعا ب 18/3/2015. بهذا اليوم طلعنا نحن تحدينا هذا اليوم الدموي والإرهابي يلي بيعتبروه عنا عندهم هن العصابات، إنه هو يوم دموي. نحن طلعنا وتحدينا العالم كليات وتحدينا إرهابهم لنسبة للعالم كله إنه نحن مع قائدنا ومع جيشنا العظيم. لم يكن مستقبل سوريا وازدهاره إلا بشبابها، وبهم وحدهم يضمنون إشراقة غدها، وعلى الرغم ما مر من إرهاب على وطنهم كانوا مثالا في الصمود والإرادة والاستمرار بالحياة.